الحب وكل الوفاء وكل التقدير. ولله عالسويد ما شاء الله. اول شيء لجمهور اصفر الباطنة الوفي. ولو اختلفنا في الاراء ولكن نحن ما زلنا قلب واحد. عندي ثقة، كل الثقة باللاعبين والإصرار. أحب التحدي طبعا، والتوفيق أتمناه طبعا لنادي ظفار، ويكون عرس في محافظة ظفار بإذن الله تعالى. حقيقة كل ثقة في الاتحاد العماني. الاتحاد العماني ناشئ، الاتحاد العماني ما زال مجلس إدارة الاتحاد العماني صار له فترة بسيطة. اللي أعرفه في كواليس الاتحاد العماني هناك عمل للمستقبل. أعطي وقت شوي الاتحاد، الاتحاد عنده روزنامة، عنده بعض الخطط المستقبلية، نعطيهم وقت. يعني ما ممكن أنه في شهر أو شهرين أو خمسة أو حتى موسم واحد أنه يعملوا كل شيء. الحمد لله رب العالمين، هذا زعيم متعود ترى. ونتمنى التوفيق للجميع، وطبعا وعلى رأسهم الزعيم نادي السويق راح يكون شكل ثاني. شوف كل مباراة تلعبها بجزئية، يعني كرة القدم تلعب مثل ما تقول بجزئية بسيطة. تظهر الصورة الزاهية للاعبين وأيضا للناس اللي مسؤولين على الفريق إن شاء الله بإذن الله. عندي شرف أن يمثل نادي ظفار زعيم الكرة العمانية. بالعكس هذا تشريف وليس تكليف. لابد اننا نبدي من بدايه الشوط ان نحاول نحرز هدف. واكيد نادي ظفار وجمهور نادي ظفار اشتاق لها البطوله، وان شاء الله باذن الله بدنا نحققها. ونوعد جماهيرنا ونوعد الكل محب لنادي السويق راح يكون له شان ان شاء الله. المباراه اكثر تركيز، اكثر طموح. كل مباراة ندشها كنهائي كاس. طبعا اول شيء علشان انا روحي اثبت وجودي كلاعب، يعني الفريق اللي ناوي على البطوله بيربح كل مباراه بمباراته. مباراه الكوز ما دخل لا من الاثاره والنديه. يعني الحمد لله رب العالمين، الله يوفقني ان شاء الله دوم ان شاء الله، ويوفق الجميع ان شاء الله. كل التفكير في الكاس، وما بهمه أي فريق، مع احترامي لجميع الفرق. الحمد لله رب العالمين، احنا ناويين على البطولة.